دونت وري فريموزين، لا تركلي هم، كله على العدان. بعدين لا تفكري اني انا ما عم بفهم عليكي انجليزي. اي اندرستاند قوي كتير انا بالانجليزي. الي مره اكسكيوز مي، حضرتك زيت وزيت ولا فريموزين؟ سوري زيت وزيت يعني في هزباند، فريموزيت يعني نورجا. نو ام سينجل. فريموزيت قصدك تقولي ديموزيل. انا هيك قصدي اقول، بس انا هي فريموزيت بحبها اكثر لاني انا مخترع. ما قلت لك الي مرا؟ الله هي احلى عروس ناخذ لها احلى من حبي الحلال. اذا شافتها بيطير حالها فيها بتجوزها. حلوه بعدين شكل ادمي. اكسكيوز مي، يعني شغل التكاسي عنكم بايطاليا هاو؟ تكاسي؟ سوري انجلش. انا ليست افهم. الرزق هنيد غير. بعدين يا حبيبي طالع لوليدا ونازل بريجيدا، وعيش يا ابو جانتي بهالنعم. لا شانتي مي كانتاري، صفتني بالكباية، طعمتني كوساي، أبجانتي طليانو. قلت لحالي بيجي بسليك. ايه والوظيفة؟ طمن، اخذت اجازة. خير ان شاء الله. صار معك شيء لا سمح الله؟ مرضان؟ اخذك عند الدكتور؟ لك انا مو بس مرضان، انا رح انجلط على ايدك، مشان هيك اخذت اجازة، وانت عم تشتغل انا بقعد بسليك. سليني؟ الله يسامحك يا استاذ، هذا شغل والتسلاية الهاية ولا لا؟ يا عماد، انا عرسي تأجل شهر من وراك، وخطيبتي عم بتنق وبيت حماي اكلوا راسي، بقى أعمل لك همة. ربي يجبرك اعمل لك همة بقى. قصدك تقول انه جوازتك موقفة على انه تخلص الشقة. بتعرف انت قصتك بتشبه قصة الحوزاني خنطق منطق. منو هذا الحوزاني؟ لك رفيق سعيد الحوزاني، خطيبته عم تنق عليك وخطيبتك عم تنق عليه، وبعدين نق النسوان مثل زيت النفط بينخر الراس تخر. هلا انت جاي تعطيني حكم؟ لك مشان الله، مشان الله ايه بدنا نخلص؟ شبنا نادر، قول الله تيسير رب العالمين. بس تعرف انا لازم اعرفك على الحوزاني. لك يا اخي انا لا بدي اتعرف على الحوزاني ولا على غيره. جيب لك حدا يساعدك، جيب لك ورشه ثانيه. لا.